درتوا نتوما الدورة بدون حضور. السيدة هنا واش انا كانت عندي ظروف شرحتها، اتصلتي بيا قلت لك اودي ما يمكنش كلم، وكانت الايام ديال العيد. السي مجيد قال لك اودي راه انا ما وصلولوش الاستدعاء، بمعنى هاد الاخوان اللي حضروا ورفضوا هذيك المقترحات ديالنا. انا كنقول بدافع عاطفي عاطفي، واستحضروا شي هواجس اخرى، راه ماشي راه خصنا نامنوا راه التسيير ديال الجماعات ماشي هي نجيو نغوتوا ونقولوا لا حنا مع المواطنين، احنا دابا ضد المواطنين، راه جبنا لهم العجز ديال 535 مليون، واش دابا حنا كنستحقوا الثقه مره اخرى ديال ولكن هما ما كيعرفوش العواقب، ما كيعرفوش العواقب ديال هاد الاخرى. بعض المرات هاد الاغلبيه هاد الديمقراطيه حنا كتعود علينا بالوباء، غير كاينه الاغلبيه ما عرفتيش كاع على من في السوق الوف ديال الدليع. انا ما شافنيش العود هنا في البلديه، كيقول له فرش ليه، كيدخلوا للشارع فرج هنا صرا شويه قال له سي سدوا البطيخ والدليع، وعمر له نعم سير الكفر ديال السياره من البطيخ والدليع باش يفرش ما يخلصش في هذيك البلاصه. كل واحد اللي شاد على شي حاجه ما كان غير عمر في الجبو وسي الله يعاون. ملي كنوصلوا هنا كيقول لك راه المداخل ما كاينش، لا المداخل كاينه صاحب الرئيس، وانتم راكم عارفين فين كيمشيو هذيك. ولكن ماشي انت غادي جار موراك بنادم وكتقدم له شي حوايج من البلديه اللي ماشي من حقه وما واللي مهم دابا اللي مهم حنا خصنا نشوفوا. انا كنقول لك راه عجز راه ماشي صغير، راه عجز ديال 500 مليون واه 500 راه ماشي صغير، راه ماشي مهم جدا. انا نشوف الا كان ممكن ترفعوا من المدار ثاني. منين جا هاد العجز هذا كله؟ الاصلاح الجبائي، انا ما تنسماش الاصلاح الجبائي وانما هذيك الروينه ديال الاصلاح الجبائي. لان علاش؟ صوناسي كما الثاني كيقولوا هبه العلوي كان هبه صوناسي من مليار و300 ولاو كيخلطونا 600 50% مشات. هذا اصلاح جبائي اللي دارته الدولة وداتو في عهد الحكومة ديال السي الفاسي، لا السي الفاسي، هو أنهم قالوا لك غنخفضوا الضرائب على المؤسسات وعلى الشركات الكبرى، هي تتدريزي على أنه باش تمتص السبيطارة ولكن على حساب الضرائب، نخفض لك الضريبة شغل ليا. الاجتماعات ما كنعرفوش وقاش كاين انا قلتو ذكرتو جلستو، حنا ما فراسناش هذا وقاش ذكرتو جلستو ولا من جلستو ولا من ذكرتو حتى لدابا، حتى جاتنا استدعاء والاستدعاء من اللي تجي نتاع الميزانيه على الاقل تصيفطوا لنا معاه مشروع الميزانيه اللي كنا صادقين عليه قبل باش نعرفوا. انتوما كلشي كتشوفوا فين كتمشي الفلوس ديال العروض، راه النص الكبير كتصف في الشوارع، النص الكبير راه بنادم اللي مسهول على شي حاجه يلاه كيشد هذيك البلاصه كيسيرها، عنده 3 شهور 4 شهور تلقى عنده بروميات ديال 100 مليون. وكتقولوا المداخل ما كايناش. خص المراقبة صاحب الرئيس، اللي مسؤول على شي حاجة خصكم تراقبوا فين كتمشي هاد المداخل. راه المداخل كاينة ولكن كتصرف في الشوارع. كتصرف مباشرة. فين هنا في العروية، أنتم راكم عارفين غير ساكتين. الله يخليكم، أنتم راكم عارفين وراكم ساكتين. كل شيء راه اللي مسؤول على شي حاجة راه كيجمع. ما كيدخلش. لان المداخل انا نهار ديت هذا المجلس والمداخل هي هي، الا ما نقصتش ما كتزادش والمصاريف كتزاد. كنهضروا الاخوان اللي كنت الخمسه ديال الدراهم في رخص البناء ايوا رفضوا الاخوان، رفضوا غادي يجاوبونا علاش رفضوا هاد الناس هادو خمسه ديال الدراهم هي راها قليله. المواطن راه كيقول لك نخلص، راه غتعطيني الرخصه نبني قانونيا نخلص سيارة الإسعاف، شحال درنا هذيك المرة؟ بالكيلومتر درنا داك الشيء وعاد خفضنا، حنا درنا واحد الإخوان رفضوا. دابا هذاك المواطن اللي كيجي كيقول لك أسيدي أنا نخلص، شكون اللي كيجي يطلب الإسعاف؟ شي واحد كيكون في واحد الوضعية حرجة. هذيك 5000 فرنك ولا 10000 فرنك اللي كيدخلها لنا بالنسبة لينا حنا راه مدخول، لأن حنا راه كنعانوا. ولكن ماشي هنايا ولا في الضرائب ولا في المداخل تاع لومبيلونس. لومبيلونس حاب دخلنا لها سيارة كاع 2 مليون في العام. واش هاد الفلوس باش غادي نعوضو العجز تاع 500 مليون؟ ما نقدروش نديرو الموازنة حنا بجوج دريال. راه الموازنة ملي كنقولو الموازنة هي نفكرو في برامج ومشاريع مضرة للدخل. أما إثقال كاهل المواطن بالضرائب وزيد 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 ماشي هو الحل. ماشي هو الحل. الضغط يولد الانفجار، غدا حتى واحد ما يبغي يخلص، يقول لك بزاف هادشي اللي كطالبو ليه بيه. حقيقة خصنا استراتيجية كاين خلاص كيما كان سي محمد ديال الجماعات كيدعموه على صاحب التصميم التصميم
كاع الجماعات كيتعاملوا وعندنا رئيس يمشي يدق في الميمان تاع الوزاره المعنيه يمشي يدق هذا هو شغله هذا علاش دار رئيس يمشي يدق ويقول لهم الميزانيه ويبرر العجز نتاعو فاش كاين علاش 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 من بين هذا التصميم التهيئه اللي كنهضروا عليه التصميم التهيئه العام كل شيء مبني الا جينا نتاو الاحصاء 5 ولا 7% اللي كيخلصوا داريا واش ياخذ كيستافد من الجانب هادو سيدي العظام نشوفو شراجعو ولا نخليو عيون